خاوتي قبل ما ندخلوا في تفاصيل الفيديو كاين متابعين لقناه ترندينغ السيارات راهم يقولوا انني مانيش ندير فيديوهات بزاف والحقيقه انا ندير فيديو كل يوم او يومين اذا كان الخبر مهم بطبيعه الحال ما جاياش نديرو فيديو غير باه فيديو والمتابعين اللي ما راهمش يوصلوهم الفيديوهات التوعنا الاشتراك في القناه مش كافي يجب تفعيل زر الجرس وان شاء الله ما غادي يفوتك ولا فيديو تحياتي ليكم متابعين قناه ترندينغ السيارات ويلا نبداو الفيديو تاعنا يوم على بركه الله تعقد صباح الاثنين 6 جوان 2022 الكونفدراليه الجزائريه لارباب العمل ندوه صحفيه لتقديم حلول عاجله لازمه السيارات في الجزائر تعتمد على ثلاثه محاور اساسيه وذلك بالاستعانه بخبراء في هذا المجال والذين اعدوا دراسه ميدانيه للسوق الجزائريه لمعرفه احتياجاتها الحقيقيه واكدت الكونفدراليه في دعوتها ان هذه الندوه ستقترح حلولا لتم السوق الوطنية بالسيارات الجديدة دون المساس بالعملة الصعبة التي تمثل أكبر عائق حالي دون استيراد الجزائر للسيارات للعام الثالث على التوالي بعد غلق مصانع تركيب السيارات وقالت الكونفدرالية أنها ستقترح حلا عاجلا لبعث صناعة الصناعات الميكانيكية والعودة التدريجية لخدمة ما بعد البيع وتعزيز السلامة المرورية بتوفير مركبات جديدة في الأسواق وسيكون في هذا الحد حدث لها في قطاع السيارات ممثلين عن عدة قطاعات وزارية على غرار الصناعة والتجارة والنقل والأشغال العمومية ومتعاملين اقتصاديين وممثلي جمعية المستهلكين والصحفيين أين سيتم طرح الحلول البديلة والسريعة للخروج من النفق المظلم لملف السيارات في الجزائر وقناة ترندنج السيارات ستطلعكم على جميع تفاصيلها فور انتهاء منها سلام